رجل تزوج امرأة وله الآن قرابة 3 أشهر ونصف، وخلال هذه المدة تبين له أن زوجته وبقولها هي أنه لم يؤخذ رأيها بالزواج منه صريحا من قبل أمها، وهي تقول لزوجها إنها لا تريده، وقد راجع بها خلال هذه المدة القراء وبذل كل ما في وسعه لأنه يعتقد أنها مريضة، ولكن والله أعلم أنها تتظاهر بالمرض لأنها لا تريد هذا الرجل زوجا لها. فضيلة الشيخ، ما هو حق الزوج الشرعي وحق الزوجة في المهر إذا أراد الزوج الطلاق في الحالتين التاليتين؟ الأولى إذا كان خلال هذه المدة لم يجامعها، أي لم تفضل بكارة. الثانية إذا جمعها في هذه المدة. جزاكم الله خير. أولا، إذا كان الرجل يرى أن المرأة صادقة في قولها أنها لم يؤخذ رأيها فعليها أن يطلقها، عليه أن يطلقها، وذلك لأن النكاح بدون رضا الزوجة غير صحيح، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه حيث قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وإذا كان لم يصدقها بناء على ما ظهر له من حالها أنها كاذبة فالنكاح صحيح، وذلك لأن الزوجة قد تدعي أنها لم يؤخذ رأيها وقد أخذ لكنها كرهت الزوج فادعت هذه الدعوة. وعلى كل حال، هو إذا رأى أن البنت صالحة وأنها صادقة فالواجب عليه أن يصدقها ويقبل قولها ويفارقها، وأما إذا كان يغلب على ظنها أنها كاذبة فلا حرج عليها أن يبقيها ولعل الأحوال تتغير. أما بالنسبة للمهر فقد استقر المهر بخلوته بها، لأن الخلوة بالمرأة المعقود عليها تقرر المهر على القول الراجح سواء جامع أم لم يجامع. لكن إن رأى أنه بناء على أن أهل المرأة غروه، إن رأى أن يقول لأهل المرأة: أنا أريد أن تضمنوا لي المهر لأنكم غششتموني، فلا حرج عليه في هذه الحال لأنهم غروه حيث أوهموه أن المرأة راضية وليس براضية. نعم. أهل الزوجة يريدون ذلك الزوج بثقة فيه ولي أخلاق. أي لكن المشكلة الزوجة. الزوجة تقول إن لم عندما أخذ رأيها أنها ما أعطت رأيها صريحا، يعني تريده الله في نفسها تقول لا أريد. يعني سكتت. لا، هي تقول لا أريده. لكن سكتت حينما لا تبكي ولم تصرح يعني برأيها صريحا. طيب، لكن هذا البكاء الذي بكت هل أهلها يعلمون أو يغلب على ظنهم أنها بكت لكراهتها للزوج أو أنها بكت لفراقها أهلها؟ لا أعلم بأن قلبها هذه لا بد منها. ولهذا قال بعض العلماء إن إذن البكر سكوتها، إذا لم تقل لا أريده فهذا إذن، قالوا ولو بكت. وعللوا هذا الكلام بأنها ربما تبكي خوفا من فراق أهلها لا كراهة للزوج. هي تقول من قبل أنها صرحت أنها لا تريد. إذا معناها ما أذنت. لكن عندما يعني عقد النكاح وعند كتابة العقد لما سألتها كما تقول أمها تقول أنها بكت ولم تدري برأيها وصراحة. على كل حال، إذا ما لم صرح بالأول أنها لا تريده فهذا البكاء بكاء كراهة، فالنكاح غير صحيح ويجب عليه أن يفارقها، وله أن يرجع على أهلها الذين غروه بما أعطاه من المهر. هل يأخذ مثلا المهر كاملا؟ المهر كاملا يأخذ من أهلها سواء جامع أو لم جامع، سواء جامع أو لم جامع ما دام خلا بها. جزاك الله خير يا شيخ.